أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به you
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون صدق الله العظيم.